حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، فيما يلي رد على سؤال وردني وتكرر أكثر من مرة الحقيقة، موضوع مشاهدة الأفلام الإباحية وتأثيره المدمر على الدماغ وعلى خلايا الدماغ وبخاصة منطقة الناصية. والسؤال يقول: في حال التوبة إلى الله والإقلاع عن هذه المعصية وترك مشاهدة الأفلام الإباحية، هل يعالج الضرر الذي تسببت به هذه المناظر للدماغ وخلايا الدماغ ومنطقة الناصية؟ منطقة الناصية مهمة جدا أيها الأحبة، هي التي يتخذ فيها القرار، وهي منطقة الإبداع ومنطقة التوجه ومنطقة الصدق والكذب والخطأ أحيانا أيضا. فهل تزول الأعراض أو يعني تنمو خلايا جديدة مثلا بدلا من التي دمرت، أم ماذا يحدث؟ أحبتي في الله، أولا يجب أن نعلم أن الله عز وجل من خلال التعاليم التي أنزلها في كتابه العظيم، هذه التعاليم العظيمة أيها الأحبة جاءت لتضمن لك الصحة والسعادة والقوة والحماية، وتضمن لك حياة مطمئنة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقرآن يأمرنا أن نذكر الله ذكرا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. كم نغفل عن الله عز وجل، كم نغفل عن التسبيح، عن الذكر الكثير. هذه التعاليم تضمن لنا الحياة المطمئنة. الله تعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ما هي النتيجة؟ فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم، أي في الآخرة، بأحسن ما كانوا يعملون. يعني تطبيقك لتعاليم القرآن هو ضمان لحياتك المطمئنة في الدنيا، وسوف يجزيك الله عز وجل الحياة الآخرة أيضا المطمئنة في الجنة. الذي يحدث أن الناس يخالفون أمر الله، يعني الله عز وجل قال لنا: قل للمؤمنين، وانظروا هنا الخطاب عبر الحبيب عليه الصلاة والسلام، يخاطبنا عبر هذا النبي الكريم لنستحضر هذا النبي، عسى أن نستحي منه. يعني لم يقل غضوا أبصاركم، لم يقل ويل لمن ينظر إلى ما حرم الله، لم يقل يعني اتركوا النظر أو كذا، لا، قال: قل يا محمد. لماذا؟ ليجعلك في هذا الموقف تتذكر هذا النبي الكريم، تتذكر كأنه هو الذي يقول لك فتستحي منه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فهذه الآية الكريمة أيها الأحبة، عندما يتعرض أحدنا لمشهد مثلا محرم، فعندما يتذكر هذه الآية ويتذكر حبيبنا عليه الصلاة والسلام الذي لم ينظر إلى ما حرم الله قط ولم يفعل شيئا حرمه الله، نتذكر هذا الحبيب الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، نتذكره كأنه هو الذي يقول لك: إياك أن تنظر، لا تنظر إلى ما حرم الله لتكون معي في الجنة، لأن الله يراك، إن الله خبير بما يصنعون. إذا أردت الحياة الزكية
المطمئنة ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، فعليك أن تمتنع عن النظر إلى ما حرم الله. فالإنسان أيها الأحبة عندما يمتنع عن هذا النظر ابتغاء وجه الله، فإنه بالمقابل يحفظ ويحافظ على خلايا دماغه. منطقة الناصية هنا أحبتي في الله هي كتلة من الخلايا، فيها مليارات الخلايا تتوضع بالقرب مباشرة من الجبهة وتدعى الناصية أو prefrontal lobe. هذه المنطقة هي أهم منطقة في الدماغ، هي المسؤولة عن الكذب والخطأ، مسؤولة عن القيادة والتوجه، مسؤولة عن الإبداع، مسؤولة عن اتخاذ القرار. لأن حياتك أيها الإنسان هي مجموعة قرارات، إما قرارات صحيحة توصلك إلى السعادة أو قرارات خاطئة توصلك إلى الجحيم والعياذ بالله. فهذه المنطقة مهمة، لذلك حبيبكم عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الدعاء فيقول ناصيتي بيدك، اللهم إنني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، إلى آخر الدعاء. من هنا ندرك أن هذه المنطقة مهمة جدا وينبغي أن نحافظ عليها. يعني الله عز وجل عندما أمرك أن تترك النظر إلى ما حرم الله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هو لا يستفيد شيئا، هو لا يريد أن يضيق عليك، هو يريد لك الخير، هو يريد أن يحافظ ويحفظ لك قلبك ودماغك ونظامك المناعي، يريدك أن تتمتع بصحة جيدة، يريدك أن تكون أسعد الناس، يريدك أن تعيش حياة مطمئنة. الإنسان أيها الأحبة الذي يشاهد الأفلام الإباحية ماذا يحدث في دماغه؟ هذه رسالة أنا أوجهها لمن ابتلي بمشاهدة مثل هذه المقاطع. أقول له أخي الحبيب اعلم ماذا يحدث في دماغك فقط، يعني كلما شاهدت مقطع فقط اعلم ما الذي يحدث في هذا الدماغ، فقط اعلم معلومة، يعني خذ هذه المعلومة وضعها في رأسك. أول شيء أيها الأحبة، الدماغ يفرز مادة هي الدوبامين ومواد أخرى، هرمونات تدعى مجموعة هرمونات السعادة، يفرزها الدماغ من مركز اسمه مركز المكافأة. عندما يأكل الإنسان طعاما لذيذا يفرز هذه المادة فيشعر بسعادة، عندما يشاهد فتاة جميلة أيضا يفرز هذه المادة، عندما يعني يأتي الزوج زوجته في الحلال طبعا أيضا الدماغ يفرز هذه المادة، عندما يتلقى إنسان مكافأة أو مبلغا من المال أو يحصل على شهادة أو منصب أو كذا أيضا الدماغ يفرز هرمونات السعادة. فهذا الأمر يشعرك أيها الإنسان بالسعادة. طيب، ما هو الفرق بين إفراز هرمون السعادة أثناء العلاقة الشرعية الزوجية أو أثناء مشاهدة الأفلام الإباحية؟ ما هو الفرق؟ هناك فرق كبير جدا. الله عز وجل، طبعا العلماء يقولون الطبيعة هيئت الإنسان، دعونا نستخدم مصطلحات علماء الطبيعة، يقولون إن الطبيعة هيئت الإنسان من أجل ممارسة العملية الجنسية الطبيعية من أجل استمرار النسل، وهذا الأمر موجود عند الحيوانات وعند الكائنات جميعا، حتى النباتات موجودة هذه الغريزة. عندما يشاهد الإنسان امرأة جميلة مباشرة الدماغ يفرز هذه المواد هرمونات السعادة، ويفرز مجموعة كبيرة من الهرمونات في الجسم، يزداد نشاط الدورة الدموية، يتهيأ الجسم للعملية الطبيعية، لأن الجسم مبرمج أنك عندما ترى فتاة جميلة يقوم الجسم بكل العمليات التي تهيئك للقيام بالعملية الطبيعية، الجماع الطبيعي. ولكن في حالة المشاهدة الأفلام الإباحية لا يحدث لقاء طبيعي، يحدث لقاء وهمي، يعني
يعني أنت لا تمارس أي شيء سوى النظر. الجسم يطلب المزيد، دماغك يطلب المزيد من هذه المشاهد لأنه لا يصل لمرحلة الإشباع أو الذروة الحقيقية الطبيعية. فلذلك نجد أن الذي يشاهد مقاطع إباحية يتنقل من مقطع إلى مقطع إلى مقطع، ساعتين، ثلاثة، أربعة، عشر ساعة، كل يوم كل يوم. ما الذي يحدث في دماغه؟ في دماغك هناك مطالبة مستمرة أن تدمن وتتابع. هذا الإدمان يؤدي إلى إفراز هرمونات السعادة بكمية كبيرة حتى تنهك الدماغ، الدماغ ينهك في النتيجة ويفقد اللذة. لماذا؟ لأن الدماغ لا يستطيع أن يفرز هذه الهرمونات للأبد، هناك طاقة محددة للدماغ. مثل إذا كان لديك مثلا زجاجة ماء، وعاء فيه ماء، وأنت تأخذ منه سيجف، يعني الدماغ سيصل إلى مرحلة لن يعطي هذه الهرمونات، وبالتالي تجلس وتشاهد لا تشعر بالسعادة. فينتقل الإنسان إلى الشذوذ الجنسي أحيانا، إلى الحب مشاهدة أشياء شاذة لكي يشعر بالمتعة، على الرغم من ذلك لا يشعر. إذا ذهب وتزوج بعد ذلك أيضا لا يشعر بالسعادة، لأنه دمر مناطق مهمة هنا في الدماغ، مركز المكافأة الذي سخره الله لك لم تحافظ عليه. وبالتالي أحبتي في الله، هذا العمل أفضل علاج له هو تطبيق الآية الكريمة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. سبحان الله، هذا أفضل علاج، أن تمتنع عن النظر نهائيا. طيب، ما الذي يحدث في الدماغ إذا امتنع الإنسان بعد فترة، يعني مارس النظر لفترة وتضرر دماغه ثم امتنع عن النظر؟ هناك شيء، خبر مفرح أو شيء طبيعي في جسم الإنسان، أن خلايا الدماغ قادرة على إصلاح ذاتها في حالات خاصة. كان العلماء يعتقدون أن خلايا الدماغ، يعني النمو الخلايا يتوقف بعد سن معين، تبين لا، استمر حتى يموت الإنسان، هناك نمو ولكن هناك تنكس يحدث بعد سن 40، تحدثنا عنه مسبقا. فالدماغ الذي تضرر يبدأ بإصلاح نفسه، تبدأ خلايا جديدة بالنمو والتشكل، ويبدأ مركز المكافأة بإصلاح نفسه، ولكن بشرط أن تمتنع تماما، يعني لا أن تمتنع عدة أيام ثم تعود ثم تمتنع ثم تعود، يعني سيكون المفعول ضعيف. الامتناع الكامل عن النظر إلى ما حرم الله، الاستماع للقرآن الكريم مهم جدا لتنشيط منطقة الناصية ولتجديد خلايا النظام المناعي وخلايا الدماغ أيضا. أن تستمع، يعني استبدل أخي الحبيب، كنت تضيع وقت مثلا ساعتين، ثلاثة، أربعة، مهما كان، في معصية الله، في مشاهدة ما حرم الله، استبدل هذا الوقت بالاستماع للقرآن العظيم. حتى وأنت نائم حاول أن تستمع للقرآن، هذا الاستماع ينشط ويعيد بناء بعض خلايا الدماغ وبخاصة منطقة الناصية. وهناك دراسات كثيرة لا نريد أن نخوض فيها، أن منطقة الناصية تنشط أثناء الاستماع للقرآن الكريم. وكلما كان استماعك للقرآن بتدبر، بفهم، بخشوع، ببكاء، أن تتفاعل مع الآيات، لا أن يعني تخر عليها صما وعميانا، أن تتذوق روعة كلام الله عز وجل. يعني عندما يقول الله تعالى لك: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، تتذوق هذه الآية، تبكي على نفسك، تبكي على العمر الذي ضيعته في هذا المجال، في معصية الله، تسأل الله التوبة عز وجل، تتوب إلى الله، تكثر من السجود. السجود أيضا ينشط منطقة الناصية بسبب تدفق الدم أيها الأحبة إلى هذه المنطقة. مثلا إجراءات كثيرة، الإنفاق، الصدقة،
الصيام يعني لا يكفي أن تمتنع عن النظر، يجب أن تطبق تعاليم القرآن، وخلال فترة قصيرة ستجد أن منطقة الناصية عادت وتنشطت من جديد، وسوف تستمتع بالحياة أكثر بمليار مرة من السابق. الذي أيها الأحبة انتبهوا، الذي لا ينظر إلى النساء أبدا بل ينظر إلى زوجته طبعا كنظر، يعني هذه الغريزة يقتصر فقط على التفكير بالزوجة والنظر إليها وممارسة ما أحله الله لها، ويترك النظر لما حرم الله، يكون سعيدا ويستمتع أكثر بكثير ممن ينظر. لماذا أحبتي في الله؟ لأن النظر يجب أن تنظر له على أن هناك خزان فيه هرمونات السعادة، هذا الخزان مليء، كلما نظرت إلى امرأة فاتنة نقص منه شيء، لأن النظر فيه لذة، وهذه اللذة تحدث بسبب إفراز هذا الهرمون، هرمون السعادة. فإذا بقيت كل يوم تنظر هنا وهنا وعلى اليوتيوب وفي الشارع وفي مكان العمل وفي كذا وفي كذا، تصل آخر النهار إلى زوجتك فلا تشعر بالسعادة معها. لماذا؟ لأنك استهلكت هذا المخزون من هرمون السعادة. فحافظ عليه، كيف نحافظ عليه؟ بالامتناع تماما عن النظر. لذلك الله عز وجل في الآية الكريمة لم يقل قل للمؤمنين يمتنعوا عن النظر، أو قل للمؤمنين ألا ينظروا، قال يغضوا. طب لماذا يغضوا؟ يعني أنا هنا لدي ملمح، لماذا يغضوا؟ يعني لماذا هذه الكلمة؟ عندما نقول في القرآن وغيض الماء، غيض الماء نشف، يعني لم يعد هناك أي ماء، كلمة يغض كأنه يقول لك جفف تماما النظر إلى النساء، لا تنظر ولا تفكر ولا تهمس ولا تحاول أن تضيع أي وقت مع أي امرأة، اجعل تركيزك كله فيما أحل الله لك، فيما أحله الله لك. لذلك أخي الحبيب، يعني بالنسبة لسؤال الأخ السائل، أقول أبشر بالخير، واعلم أن الله عز وجل يعني هيأ لهذا الدماغ ما يصلحه، بشرط أن تمتنع عن النظر إلى ما حرم الله، ابتغاء وجه الله لتشعر بالسعادة. اثنين، الصيام، الحفاظ على الصلوات الخمس، الإكثار من السجود، الصدقة، العفو والتسامح، عدم الغضب، كل هذه إجراءات ضرورية لصيانة منطقة الناصية لتعود بأسرع وقت إلى ما كانت عليه، لتستمتع بهذه الحياة. وهذا دعاء نختم به لمن يعني ابتلي بمثل هذا الأمر، أن يدعو ربنا هب لنا من أزواجنا، حتى لو لم يكن متزوجا هذا دعاء ييسر له الزواج إن شاء الله، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء المتقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.